شكرا للزميلة حنين من الله على هذا التقرير، واستكمال المشاهدين لهذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر هذه المداخلة المخرج حمد النوري والحديث عن هذا الموضوع. مساء الخير أخوي حمد، وياريت لو تكلمنا عن عودة الدراما الكويتية للعمل بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، وهل تعتقد بأن هذه العودة كانت متسرعة أم هذا التوقيت يعتبر مناسبة؟ مساك الله بالخير أخوي بندر، أمسي عليك وعلى المشاهدين، وأتمنى الكل يكون بصحة وعافية. فراح أتكلم عن جانبين. الجانب الأول، هل الكورونا أثرت على الدراما؟ طبعا حالها حال أي قطاع وأي أكيد أثر، لكن ما هو التأثر اللي سبب إيقاف؟ أكبر دليل على كلامي رمضان اللي طاف كان هناك تنوع في الأعمال، ما عدا يمكن عملين ثلاث اللي هما يعني بالأصل كان تصويرهم خارج الكويت، ولو استمر تصويرهم كانت خلوا في التصوير في رمضان، فهذول اللي تأثروا. أما كان هناك تنوع كبير من الأعمال في رمضان اللي طاف، وحتى يعني فترة الحظر الكلي هناك واجب وطني صار على العاملين، خلينا نقول في جانب الدراما. الحظر الكلي يمكن قد تسبب في مشاكل الضغط النفسي، الحكرة في المنازل، هناك مساهمة واضحة سواء من وزارة الإعلام أو من القطاعات الثانية بأن نخلق جو من الترفيه، جو من المتعة، جو من الرسائل التوعوية الذكية للمشاهد وهو داخل المنزل. طبعا هناك اشتراطات صحية حالنا حال أي قطاع تكيفنا فيها وتعايشنا معاها وفرضناها على أنفسنا كذلك، اللي هي الاشتراطات الصحية، التباعد الاجتماعي، الكمام، الجلافز، فحص الحرارة، اشتباه في أي أحد مخالط بالكورونا يتم إيقاف عملية التصوير والفحص الجميع واستئناف التصوير بعد ما نتأكد أن الكل سليم. هذه الأمور يعني حاولنا كثر ما نقدر نحن نكيف معاها في فترة كورونا. وقضية أن عودة الدراما، نعم الناس يعني عودة وبقوة، يعني عودة وبقوة، وصار هناك مواضيع تطرح، يعني الكورونا طرحت مواضيع جديدة، طرحت رؤى جديدة، مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية في ناحية التنفيذ. الكورونا طرح مشاكل اجتماعية، طرح مشاكل نفسية، طرح هواجس ممكن إنسان يستخدمها في طرح أعمال جديدة بأشكال مختلفة. إذن كل الشكر للسيد حمد النوري على هذه المداخلة. مشاهدينا، عودة مصليات العيد يعني حديث الشارع هذه الأيام، وأيضا عودة الصلاة مرة أخرى بالساحات والأماكن العامة إحياء لسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، خصوصا في ظل وجود التدابير الاحترازية من جائحة كورونا. التقرير القادم راح نسلط الضوء عليه من خلال قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسماح لعودة صلاة العيد بالمساجد وكذلك أيضا مصليات العيد. نتابع معكم هذا التقرير والزميل ناصر العجمي.